بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. فخامة الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي، اسمح لي أن أعرب مجددا عن سعادتي بتواجدي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا، وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقة مثل ما تفضلتم، محادثات ثرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.